وأنا عاوز أتكلم في هذا الموضوع من ثلاث نواحي، أولا من ناحية نبوية، اثنين من ناحية علمية، وثالثا من ناحية معجزية. أولا من ناحية نبوية، هؤلاء المجوس لهم دراية في الأسفار الكتابية، منها سفر دانيال اللي بيتكلم عن سبي ورجوع إسرائيل إلى أرضه وأيضا نبوات أخرى اللي بتتكلم عن المسيا المنتظر. لكن بعتقد أنه أهم دراسة كانت دانيال، وأكيد درسوا نبوة دانيال إصحاح 9 آية 25 اللي بتتكلم بالتفصيل وتدقيق عن مجيء المسيا وعما سيقوم به. وهذه النبوة طبعا كانت إشارة مهمة جدا أنه أدركوا في ملك في هذه البلاد ولد في الوقت المعين وفي الزمن المعين، فرأوا هذا النجم وعرفوا من ناحية نبوية كتابية أنه في شخص مهم رح يولد في هذا البلاد. شيء ثاني من ناحية علمية، كانوا بيفهموا بعلم الفلك وحركات النجوم، وهي ظاهرة أحبائي تحدث كل 800 سنة مرة. هذه الظواهر الفلكية هو بكل بساطة تقارب التماس بين الأجسام السماوية حدثت ما بين النهرين على الأرجح سنة 6 قبل الميلاد، حدث التماس واحد بين المشتري وزحل أيضا في مجموعة تسمى مجموعة برج الحوت، وبعد سنة طبعا كوكب المريخ لحق بهم، فكأنه كان كوكب واحد فوق بعض. وهذه كانت يعني ظاهرة علمية تحدث كما يقال أنه كل 800 سنة مرة. طبعا اليوم بيعرفوا هذه المعلومات عن طريق الكمبيوتر حتى يتحققوا من هذه الأمور. حتى الأمور الفلكية كانت تعبر أنه في ملك راح يولد، لكن أهم شيء أحبائي في كل القصة هي معجزة بحسب البشير متى الإصحاح 2 آية 9، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف حيث كان الصبي. فهذا النجم طبعا لابد أن يكون شيء معجزي أن يقف فوق الصبي. جاءوا طبعا إلى المكان الخطأ إلى أورشليم، وسألوا الشخص الخطأ اللي هو الملك هيرودس المصاب بمرض الشكوك وبيتخلص من أي واحد عاوز يملك أو يكون منافس لإله، فحاول يتحقق من المجوس حتى هو بنفسه يسجد. طبعا كانت خدعة ودهاء منه، لكن هم كانوا بكل بساطة عاوزين دليل، عاوزين مستشار. فالملك هيرودس استشار الحكماء اللي هم اليهود والكهنة وقالوا لهم أين سيولد المسيح، قالوا أنه في بيت لحم، وذهب المجوس إلى بيت لحم ورأوا النجم فوق الصبي. وهذه هي معجزة الميلاد، القصة الجميلة اللي حدثت زيارة المجوس للملك المولود ربنا يسوع المسيح.